أنا سعيد وأنا أقف أمامكم لأصافحكم وأعلمكم أنني لن أدخر في الذنب في سبيل خدمتكم. نعم أننا مقبلون على مرحلة هامة ستغير مستقبل بلدنا. أننا جميعا نقع على عاتقنا هذه المسؤولية المشتركة. تلك هي مسؤولية الحفاظ على المكتسبات ومسؤولية الاستعداد للمشاركة الفعالة في الحياة العامة. ما هي مكتسباتنا؟ لقد شاهدنا الجميع أننا شعب متوحد رغم الظلم. أننا شعب توحدنا تحت المعاناة. لقد تماسكنا وتآزرنا، لم تنم عائلة دون أهل، رغم أن هناك أكثر من 10 إلى 12 معتقل خلال فترة الأحزاب. كم من شهيد، كم من مهجر، كم من منتقم شخص جريح. إلا أن جميع العوائل لم تشعر بالحاجة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا حققنا معنى التآخي كما طلبه منا إسلامنا العظيم. لقد تماسكنا وصبرنا وحافظنا على المقالب المعتدلة حتى أصبح العالم كله لنا. لم يبقى أحد لم يؤيدنا إلا سوى بعض المرتزقة هنا وهناك. إلا أنهم انتهروا جميعهم حتى حقق الله لنا من يستمع لنا في أعلى الهرم. فكانت الانتصارات الواحدة والأخرى إطلاق سراح المعتقلين وعودة المبعدين، السماح بحرية أو بجزء كبير من حرية التعبير على الرأي. أننا نعتبر هذه الأمور جميعها أسس أولية، هي لم تحقق لنا شيء إلا أننا بدأنا نتنفس. لا تطلب عندما تذهب إلى مكان تأكل وتطلب لو لم تأكل منها تطلب المؤكل ليس فيه أوصاف. لا تطلب هذا الطلب، لأن الأكل الذي يقدم لك يجب أن لا تطلب منه الأوصاف. هذه ليست مطالب، إزالة الأوصاف ليست مطالب، وإنما الأوليات المهمة لتحقيق المطالب. إنما حققنا تلك الأوليات، ولذلك أدلنا الأوصاف. الأوصاف هي قابلة للدولة. هم الذين يطالبوننا، هم الذين يهجمون على منازلنا، هم الذين يروعوننا في الليالي. هذه الأوصاف تخلصنا منها. إن شاء الله إلى غير عودة بسموكم ووعيكم ومكابرتكم. هذه الأوصاف عندما تتخلص نبدأ نفكر جميعا كيف نعيش بكرامة. اليوم لدينا كرامة، اليوم نعيش أعزاء في وطننا. لن يذلنا بعد اليوم أحد أبدا، ولن يحاول أن يذلنا. سوف يعلم أن هناك ألف حسين الصافي في كل قرية، أن هناك ألف علي طاهر، أن هناك كل شهيد، وهناك آلاف الأشخاص المستعدون للتضحية بأنفسهم ولا على أن يعيشوا يوم واحد تحت الذل والإهانة. ولا إهانة لأهل سترة أو لأهل البحرين. كل ما يلزم علينا أن نشعر بالفخر والعزة والكرامة أن هذه أرضنا وأرض أجدادنا نعيش فيها بمرفوع الرأس، نبحث عن لقمة العيش ونشارك في إدارة الحياة العامة. ننتخب ونطرح البرامج ونقرر ونؤسس الجمعيات هنا وهناك، ونعمل مع بعضنا الآخر، مثلا نعمل بالتشاور ونعمل ونختلف، ولا يوجد أحد لا يختلف. ولكن المجتمعات المتحضرة لديها وسائل لحل الاختلاف. الوسيلة الكبرى لحل الاختلاف على مستوى الوطن هو البرلمان. الوسيلة الأفضل التي ينتجها الإنسانية على مستوى المحلة، على مستوى المنطقة أو على مستوى البلدة هي المجالس البلدية التي تدير الخدمات. هذه البلديات منتخبة منكم وإليكم، فلتستعدهم جميعا، فلنستعد جميعا لطرح برامجنا، لأن الذين سيديرون خدمات البلدة في المجالس البلدية هم أنت. وإذا سلط عليهم أحد فنحن سوف نرفض هذا الشرط، لأننا لم نجاهد ونصل لهذه المرحلة لكي نخلق صارة أخرى ونحل الخلافات على مستوى الوطن وإصدار القرارات التي ستؤثر علينا في منازلنا في غرف نومنا.
هذه القرارات التشريعات تصدر من المنتخبين من الشعب، أنتم ترسلونهم إلى البرلمان وتصدقونهم بعد 4 سنوات إذا لم تحققوا ما أردتم. هذه هي الأمور التي تحفظ كرامتكم وكرامة أبنائكم وأحفادكم. هذه هي الشروط، وكيف حققت لنفسها عز وكرامة في بلادها أن أمورها تدار من قبل أناس منتخبون ويقبلون منكم جميعا. معنى ذلك أن هؤلاء الناس أكفاء، وليس فقط لديهم الحماس ولديهم الإيمان. نريد الإيمان ونريد الحماس ونريد الكفاءة. لابد أن نبدأ بورشات تدريبية لأنفسنا، لابد أن نبدأ بالموالي وفي كل مكان. ما هو معنى المجلس البلدي؟ كيف يطرح نفسه الشخص المجلس البلدي؟ ما هي صلاحيات البلديات؟ كيف نمارس عملية الانتخابات؟ كيف نطرح المنافسة الشريفة لهذه الانتخابات؟ هذه الشوارع والأزقة الوسخة، هذه الأمور التي تضر بالبيئة والتي لا تجعلنا نتنفس هواء صحيحا وصحيا، كيف نعالجها؟ هم منكم هؤلاء الذين سوف تنتخبونهم. كيف نعالج كثير من القضايا والخدمات في كل بلدة؟ تلك هي المجالس البلدية. أما الوطن فكيف نعالج الصحة العامة؟ كيف نعالج التعليم؟ كيف نعالج الإسلام؟ كيف نعالج التوظيف؟ كيف نعالج الحريات العامة؟ كيف نعالج الصحافة؟ كيف نعالج كل شيء؟ كل شيء يهم المواطن. لابد أن يدرس أمر في البرلمان من قبل من تنتخبونهم ومن تستطيعون إسقاطهم عندما لا يؤدون مهامهم. فكم من شخص عندما فتح له المجال فسد بعد ذلك. لماذا يفسد؟ لأنه لا يخشى المحاسبة، ولأنه لا يخشى الله. ولكن المحاسبة الإلهية هي من خلال ما نحن محاسبة المجتمع، ومحاسبة المجتمع هي من خلال الحكم المباشر ومعرفة الأسئلة التي سوف نطرحها ومعرفة إسقاطه على الانتخابات وانتخاب غيره. ومن خلال التشاور مع بعضنا الآخر نحن أكثر الناس إن شاء الله، أنتم أقصد أكثر الناس كفاءة في تحقيق ذلك. منكم من سوف يقود العمل البلدي، ومنكم من سوف يقود العمل البرلماني. نحن لم نضحي من أجل البرلمان ولم نضحي من أجل البلدية، ولكن ضحينا من أجل الكرامة. وإذا كانت هذه وسائل لتحقيق تلك الكرامة، فالله قال ولقد كرمنا بني آدم. والكرامة الإنسانية غير قابلة للنقاش. هذا ما يقوله الدين لنا. إن العزة لله ولرسوله المؤمنين. لا يوجد أحد له الحق بأي حجة أن يجد إنسان آخر. وإذا كانت الكرامة على مستوى الوطن تعني الانتخابات، تعني المحاسبة، فنحن نطالب لا نطالب أي دستور من أي لأنه ليس قرآن، ولكن إذا كان الدستور سوف يحفظ كرامة ابن البحرين، سوف نطالب بتلك المواد التي تحفظ لنا كرامة ابن البحرين. فمطالب دينية إسلامية نابعة من وجدان الديني. وهذه ما هي إلا وسائل عصرية حديثة لتحقيق ذلك الأمر.